قلت لك قلت لكم انه انا اكدت انه من اشوفه ماني بالتدريب، يعني تدريب على مستوى عالي، اللاعبين ينطون كل ما عندهم بالعكس، ولكن دا يصير هبوط معنوي خاصة بعد تسجيل الهدف عليهم، دا يصير هبوط في المعنويات في المباراة، وبالتأكيد هذا له تأثير كبير. أعتقد يعني مرض طبعا هذا هو لا يعني الآن كلامنا هو تبرير لهذا الواقع، وهذا حتى إن حدث فهو خطأ. يفترض أيضا اللاعبين يكونون أكثر قوة وأكثر صرامة وأكثر شدة وأكثر شجاعة في تحمل كل الضغوط اللي تصير عليهم، إن كانت من الإعلام أو من السوشيال ميديا أو من بعض الجماهير، ولكن للأسف هي الحقيقة. فلذلك علينا أنه هي اللاعبين من الناحية النفسية، وأن نبعدهم عن كل الضغوط اللي تواجههم بالشكل اللي يخليهم يأدون مباراة بشكل مثالي. المرحلة القادمة أنا يعني إحنا الآن مقبلين على تجديد الفريق، جمع ما مزج ما بين الخبرة والشباب، وهذا التجديد يحتاج لوقت. هذا الوقت أنا أعتقد أتمنى من كل أخواننا في الإعلام أنه وأيضا جماهيرنا أنه ينطون فرصة لهؤلاء اللاعبين لإثباتهم، بالعكس أنه يزيدون من يعني يجب أن يدعمون بالكامل من أجل الارتقاء بمستواهم وبث روح جديدة في المنتخب الوطني. أنا أعتقد يمكن إحنا بحاجة ماسة إلى أن نفوز في مباراة واحدة من أجل أن تعود لغة الانتصارات. كان هذا تصريح السيد عدنان درجال حول موضوع الضغوط على اللاعبين وأيضا موضوع البناء جيل جديد. كابتن أحمد دحام، شنو رأيك بالتصريح بالنسبة يعني لبناء الجيل وبالنسبة أيضا لموضوع اللاعب يتعرض للضغوط، وهاي هم مشكلة اللاعب ولازم هم يساعدوه كاتحاد؟ أولا بناء الجيل الجديد مو بهيج بطولات. أنت شوف البطولات، أنا يوم عرفت الجزائر ومصر مو يعني نهائي كأس عالم مو مثلهم، صح؟ يعني مباراة كانت قمة. بعد ما شفنا الشوط الثاني صار احنا ما لحقنا والله، وراح تجي المباريات بعد قمم. ليش؟ لان معدل الاعمار اللاعبين والدوريات اللي يلعبون بيها هي افضل الدوريات، ها، والاعمار جدا محترمه لهيج بطولات. زين اللاعب معناته ما يلام بيتروفيتش من يحكي على الدوري العراقي يقول ضعيف الدوري العراقي. انت ذكرت نقطه انه جاي من دوريات عملاقه، طبعا يلام بيتروفيتش من يحكي على الدوري العراقي على المستوى البدني وقال الدوري ما ينتج لي لاعب جاهز بدنيا، تحدث به بالمؤتمرات الصحفيه. اليوم احنا بنريد نقص احنا مدربين، لانه مثل ما قال كابتن حيدر اذا نحكي راسا يلومونه وليش تحكي هالشكل وليش، لازم نحكي يا اخوان. اول المدرب العراقي، المدرب المحلي اذا يريد يطور لاعب، ترى مو بسنه بموسم واحد تتوقعه ورا اربع خسارات الجمهور هج عليك قول له يا بستقيل ومع السلامه. المدرب شو يسوي هسه؟ المدرب المحلي هسه المدرب المحلي يريدون من عندي نتائج، اجيب افضل اللاعبين واقعد رجل على رجل هم دي يلعبون. طورت لاعب ما طورت لاعب زين، لان انا باكر يعني الشغل كله بالانديه، يعني مو الانديه ليش ادارات الانديه وطريقه تخطيطها وتفكيرها. الانديه خل تطور. بيش تطور؟ اول ما تلزم المدرب ورشه عمل، دكاتره عندنا ما شاء الله عليهم، يسوي محاضرات، نسوي فد يعني مثل ما المدربين يروحون معايشات، يطورون خارج العراق، فد 8 مدربين 9 مدربين مثلا. انا بنادي سين وياي مجموعه من المدربين شباب وناشئين، اتفاقيات انا ما اعرف هذه البروتوكولات ما التعاون. خليني اتوقف عند هاي النقطه، لاني كلش والله العظيم بقلبي كل وزير شباب رياضه ويجي بغض النظر عن الاسماء، وقعنا بروتوكول تعاون ويا السعوديه ويا تركيا ويا ما اعرف وين، التعاون الرياضي التعاون المدري شو، يطلعون واحد لازم يد الاخ واحد يسلم على الاخ، وهاي الصوره مالكم مال البروتوكول، وبالاخير لا من شاف ولا من دري، لا شفنا مدرب راح لهاي الدوله، لا شفنا فريق راح لهاي الدوله سوى معسكر، صح لو لا كابتن حيدر؟ والله صح، زين عندي احكي صح والله بقلبي باقي مو حرام؟ صح. هاي بروتوكولات التعاون شنو موقعها انا؟ احكي لي سالف لي. هاي الاتفاقيات اولا بعض الاتفاقيات اللي تصير شكليه هاي مجرد ترطيب للاجواء بس، خلينا نكون واقعيين. لكن انا لما اجي اريد اسوي اتفاقيه ويا كابتن احمد لازم اذكر بيها شنو اللي انا اريده من كابتن احمد، اذكره بيها، وكابتن احمد ممكن بالاتفاقيه انا راح ادفع له اموال، فمن واجبه يهيئ لي كل مستلزمات النجاح، مو صح؟ اما اتفاقيه
روتينيه شكليه، بس مجرد انه انا اريد اطلع بالاعلام واقول انا اتفقت ويا الجانب الكويتي وراح اسوي، بس ما تعرف تفاصيله. هذا ما نعرف تفاصيله، ولا هو هو ممكن هو نفس اللي وقع الاتفاقيه كون على ثقه. اغلب الاتفاقيات يعني اغلب نقاطها ممكن ما يعرفها، وهذا اللي نحكي به على مستوى التخطيط والاستراتيجيه. استراتيجيه تبدي من اعلى الهرم ثم نزولا الى القواعد حتى تنفذ. من اللي ينفذ؟ تنفذ الاتحادات ومن ثم الانديه. احنا اليوم هذا ما موجود، والانديه لها دور كبير. الانديه اليوم تتحمل جزء كبير مما يحدث بالرياضه، لان منها تتكون الاتحادات. صح. فاليوم اي اخفاق بالاتحاد، انا ما بس احمله بالاتحاد بالشخوص، هذول باقين صاروا من فتره قصيره يتحملون ما يتحملوه، لكن بالاخير النادي انا هو ياسس الاتحاد. كل اخفاق للكره العراقيه الانديه تتحملها لان هي تاسس الاتحادات. تتفقي هذا الراي ولا لا؟ اكيد. يعني ما اريد احرجكم من رحم هاي الام، من رحم بالضبط، من رحم هذا 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 الواقع المزري بدنا نعيشه. بس شوف الاتفاقيات اللي ذكرها كابتن حيدر، شنو السعوديه؟ شوف هسه مستواها ليش؟ لان قبل هذا الموسمين، قبل يعني قبل موسمين زجوا بلاعبين دور الاسباني، دفعوا اموال من جيوبهم من الخزينه السعوديه في سبيل يلعبون بالدوريات الاسبانيه. قبلها سوتها اليابان زين، مشات تدزهم للبرازيل الصغار ودزهم اياهم، مو بس لاعبين، دزهم اياهم ستاف مدربين. الهند انتجوا الهند، الهند نفس الفريق الالماني يلعب بالدرجه الثانيه. فيتنام الهند اليوم. الهند اتجه الى افضل لاعبين، انه في افتتاح الدوري جابوا افضل لاعبين خلوهم. نور حبيبي، الشغله ما احنا شغلتنا هنا بالعراق مع الاسف يعني، يعني بس مجرد انه مسؤوليات بس يعني. أنا بالاداره كبالاداره سويت فريق، هاي ميزانيته، اشتغلت اليوم، خسر المدرب خسارتين، جمهور قب عليه، واذا ما عاد جمهور المدير قب عليه طلعته، بقيت اني وهكذا الثاني والحبل على الجرار. اي يعني ما شوف اكو فرق لحد الان ما اخذت الدوري، ما اريد اجيب اسمائها، ليش ما تاخذ دوري؟ ليش ما تاخذ دوري؟ ما عاد تقتل صح. طموح وين؟ ما موجود. انا اليوم طموح، انا اقول لك ما موجود. فرق المانيا اول ما يصعد من الدرجه الثانيه ياخذ دوري. المشكله اني دوري قنت كابتن، الشيء الشيء يذكر اكو انديه متخصصه بصناعه اللاعبين في اوروبا، صح لو لا؟ طبعاً. الدوري البرتغالي منجم. صح. الدوري الهولندي منجم. صح. الدوري اليوناني، وهذني الدوريات اكو انديه كل دوله بس قول لي متخصصة. دورياتهم بين مثل الدوري الانجليزي والاسباني، لكن على الاقل ينتجون لاعبين. تدري ليش؟ ومدربين. تدري ليش؟ لان البرازيل المن تودي لاعبينها الدوري الهولندي ينسقل هناك، يرجع عقلية أوروبية يختلف طبعًا. عقلية الأوروبية بالاحتراف احنا هسه ما يخالف، خلي احنا انديتنا خلي شوية يعني تضغط على نفسها انه تبعث معايشات، مدربين معايشات شهر مو مشكلة، انه هي مصاريف عالية. لان لا هسه انا قلت انا صراحة هاي شات برو ما راح اجيبها، ما اقدر اجيبها، ما اقدر اجيبها. تكاليف مكلفة، تكاليف ايرادك 20,000 دولار يعني 20,000 دولار صح، كل كورت ب 5,000 دولار تقريبا. بس احنا هسه احنا من خلالكم مدربين شباب بعدنا، صح ولا لا؟ ما كبرنا يعني، فد مجموعه 10 مدربين تروحون معايشات وتعتمد علينا كمدربين منتخبات وطنيه. هسه الموجودين عماد وحسن، بعد منو وياهم؟ والاخوان بالاولمبي عباس عبيد وكابتن سعد حافظ موجودين، ومنتخب وطني يعني. ومنتخب وطني مو موجودين هذول خمسه طيب زجوا وياهم في السبعه 10، خلي يروحون ياخذون المعتمدين. للعلم احنا وقعنا اتفاقيه ويا اسباير كابتن، مو اكو ويا قطر، وقالوا راح يسوينا مدارس. زين انا ليش ما دخلت معايشات مثل ما راح الكابتن راضي الشنيشل مثلا ودخل ويا السد في زمن تشافي، وراح مثلا سوى وقبلها كابتن، يعني اكو هوايه ناس راحت على حسابها الخاص. كوريا الجنوبيه 50 مدرب بالاتحاد الكوري، 50 مدرب يعملون دراسات ولجان فنيه وتحليل، يعملون 24 ساعه ورواتبهم موجوده. الله يخليكم، غرفه ما عندهم المدربين هسه بالاتحاد، تروح هسه ما اعرف خلص بناء الاتحاد ده وبعده والله ما ادري كان يجددون فيه. احنا نريد المستقبل، خطي المراسل يروح للاوردر يرجع متربه من فوق لي جوه. بالضبط والله العظيم تقول طالع عماله، خليني اشوف خلص له وبعده جبتها على موضوع حتى يسوون غرف للتحليل، يسوون غرف ما اعرف ايش مثل العالم الاستثمار وصوش. الموضوع اللاعبين وكذا، الارسنال من اغنى الانديه اللي موجوده في اوروبا. نعم. ولويز فينجر 23 سنه بهذا النادي، هم ما اخذوا دوري هواي، بس كانوا معتمدين على هذا الرجل بشنو؟ يستقطب لاعبين صغار من الدوريات الضعيفه ياخذونهم ب 3 مليون ب 4 مليون، يبيعونه ب 50 مليون ب 60 مليون، بحيث نادي ارسنال النادي الوحيد اللي مكتفي ماديا
سبب هاي التجارس جاره اللاعبين حتى ما كانوا ياخذون دوري. نعم حتى ما كانوا ياخذون دوري صح ما ياخذون هواي. لكن في فتره هنري وولتر ودول جماعه المنتخب الفرنسي من جمعهم بالضبط بس مو بس هذا لاعبين صغار يبيعون. انا باعتقادي اقول متى ما تحولت كره القدم من هوايه الى صناعه الى فكر الى تسويق الى تجاره ذاك الوقت راح يتطور لانها راح تصير فلوس مو مال عام. اليوم الانديه هذا الفلس ما تعبانه بيه كارتي إيه هو هذا من ما قاعد تتعب بيه بينما من يصير اعتماد على الذات لا والله كل فلس اوديه بالمكان الصح. إيه هذا شوكت الاهليه هذا شوكت احنا نسوي احنا غير هسه اكو دوله اكو قانون بالبدايه وبعدين يثبت وتنسوا ايش وقت هذا ما اعرف ايش وقت والله إيه هو هاي المشكله وياهو يجي ويروح واحنا وراح تبقى يعني هاي المشكله ترى معضله راح تبقى مستمره راح تبقى. خلينا شويه نستعرض بعض ما قاله الصحفيين وبعض المدربين اللي طلعوا بتغريدات او بوستات على صفحات التواصل الاجتماعي ينتقدون الواقع اللي يمر به كره القدم. ابلش ويا اول صوره او ويا اول استاد الكابتن عماد هاشم. شباب طلعوا ليها على الوول حتى اقدر اقراها. شكرا. ان لم تستحي فتكلم بما شئت السيد المدرب. منها تتكلم عن ضعف اللياقه البدنيه وهذا تتحمل الانديه، ومنها تتكلم وتقول الدوري العراقي بيه 20 نادي ويلعبون كل 3 ايام وهذا يولد جهد على اللاعبين. زين هذا النظام مال مباريات الدوري منو مسوي؟ الانديه لو لجنه المسابقات؟ لو الانديه من كيفهم يلعبون كل 3 ايام؟ هذا كان تساؤل الكابتن عماد هاشم حول هذا الموضوع عندما انتقد الدوري العراقي ولياقه اللاعبين والجهد اللي يصير. انتقل ايضا الى بوست اخر راح نعطيكم طبعا اذا عندكم تعليق. طبعا ويا الاستاذ عدنان لفته. نهايه متوقعه لفريق لا يعرف طريق الفوز. تقليعه جديده ان نخسر بالثلاثه عند كل هزيمه. المعز علي وعفيف والهيدوس يطلقون رصاصه الرحمه على فرص تاهلنا في الربع الاخير من المواجهه. انهيار بدني وفني لتشكيلتنا في الوقت الحاسم من المباراه. القائم وجواره يحرم محمد قاسم مرتين من هدف التاهل. وايضا حان الوقت لمراجعة الأوراق وتقييم تشكيلة منتخبنا العاجزة عن تحقيق الانتصار. وأيضا أعيد الحق لسعد عبد الأمير والكفاءات التي حرمت من التواجد بفعل المجاملات التي أضعفت فريقنا. هذا كان أيضا حديث الكابتن والأستاذ عدنان لفتة. طبعا مو كابتن هو الدكتور عدنان لفتة والأستاذ عدنان لفتة. أنتقل أيضا إلى آخر بوست نسيناه. لا هسه انا اذكرك بيها والله اذكرك انا بيها. الاستاذ الكبير علي رياح تحدث فقط للتذكير. المعز واكرم عفيف وحسن الهيدوس اللاعبون الثلاثه الذين احرزوا الاهداف القطريه كانوا على دكه البدلاء واشتركوا في الشوط الثاني. طبعا عليها علامه تعجب. مجددا وللمره الرابعه خلال 4 اشهر اقولها هذا زمن كروي لن نعيش اسوأ واردأ منه.